سيدادي مارافيلوسا، مدينة مناسبة للحدث الكروي الكبير. في شهر يوليو تموز تتجه أنظار العالم إلى ملعب ماراكانا لمتابعة المباراة النهائية لكأس العالم التي يتوقع البرازيليون أن يكون بلدهم حاضراً فيها. مدينة ريو دي جانيرو تسحر زائريها بجمالها الطبيعي الخلاب الذي لا يقارن، ولكن في الداخل يوجد هناك إحباط وغضب بسبب تكاليف المعيشة ومستوى الخدمات العامة والفجوة بين الفقراء والأغنياء. خمس سكان المدينة يعيشون في أحياء فقيرة، وبرغم الصعوبات يوجد بعض التحسن. الأحياء الفقيرة أو الفافيلاس هي عصب الحياة في المدينة ومصدر طاقة هائل. السكان هنا لا يشعرون بالملل، فحياتهم مليئة بالمخاطر. شبكة من الطرقات والأزقة الملتوية، هذه الشوارع الضيقة المنحدرة تمثل طرقاً سريعة لراكبي الدراجات. في السابق كانت هذه المنطقة تحت سيطرة تجار المخدرات، ولكنها لم تعد كذلك الآن. كنت أسمع كثيراً من القصص حول أشخاص اغتيلوا وحتى الأطفال، وكنت أخشى أن أسرق، لكن منذ تكثيف وجود الشرطة في فافيلاس أشعر بالأمان أكثر. ستكون مباريات كأس العالم أكثر من لعبة. لا تتمتع ريو دي جانيرو بشواطئ فقط، بل هناك أشياء عدة يمكن زيارتها. مصنع كوندال للأقنعة يستعد للاحتفالات بكرنفال ريو دي جانيرو، والأقنعة هي لوجوه شخصيات شهيرة في البرازيل حقيقية وخيالية. كنا نتوقع أن تكون ألعاب كأس العالم بمثابة الكرنفال الإضافي، لكن للأسف هذا لن يحدث كما توقعنا. نرغب في أن نصنع أقنعة للاعبين في الفريق البرازيلي، وكان بالإمكان أن نبيع منها الكثير، إلا أن اللاعبين لن يسمحوا لنا بذلك بسبب حقوق الملكية. سيكون كأس العالم حدثاً رائعاً، لكنه فظيع بالنسبة لوضع المالي. سيكون كأس العالم حدثاً عظيماً فيما يخص العمل. في حلول الظلام تشعر وكأن هذا المكان يتحرك. كل يوم السبت يرقص المئات طوال الليل تحت هذا الجسر فيادوتو دي مادوريرا. جمال هذه المدينة يكمن في أنك لا تحتاج لبذل جهد كبير كي تجد حفلاً تذهب إليه، بين الحين والآخر تحتاج إلى أن تلتقط أنفاسك. قبل 200 سنة كانت هذه المنطقة مزارع للقهوة، لكن فلوريستا داتيجوكا تم تحويلها إلى غابة استوائية مطيرة لحماية إمدادات المياه بالمدينة. ريو بدأت تتزين، فقد حان الوقت للترفيه عن العالم، أولاً بمباريات كأس العالم وبعدها بالألعاب الأولمبية. إنه كرنفال رياضي.